في جنرال نولج مشاهدينا، كل مرة بخبركم خبرية حتى تكونوا عم بتزيد ثقافتكم، ولأن الثقافة هي هويتنا وهي سلاحنا بالمجتمع، فلازم نتثقف نحن وناخد معلومات عامة. اليوم معلومتنا رح ناخدها عن الفضاء. استكشف الفضاء بتاريخ 1921 عند أول غزو للفضاء الخارجي. من حين بلش الإنسان يتعمق بدراسة استكشاف الفضاء، فسخر مجموعة من الآليات والمعدات ومركز للبحوث للاستكشاف خصيصا، فأصبح مجال مغريا كترت فيه الاختصاصات العلمية. وقت أعلن العلماء عن احتمال وجود حياة على بعض الكواكب، لاقت الاكتشافات الفضائية اهتمام واسع من قبل المجتمعات الغربية. أول رحلات مدارية، كان أول إطلاق مداري للفضاء بواسطة البعثة السوفيتية بلا طيار، كانت اسمها سبوتنيك 1 سنة 1957. وزن القمر الصناعي كان 83 كيلوغرام، يلي دار حوالي كوكب الأرض، بس احترق وقت اخترق جو الأرض. البعثة الثانية هي سبوتنيك 2 اللي كمان أطلقها الاتحاد السوفيتي، حملت فيها كلب اللي اسمه لايكا. هالكلب أصبح أول حيوان لحتى بيكون بيدور بالمدار الخارجي خارج الغلاف الجوي. أدى هذا النجاح ليكون عم بيتصعد برنامج الفضاء الأمريكي. اللي رجعوا الأمريكان حاولوا بلا جدوى إطلاق قمر صناعي بالمدار من بعد شهرين من هذا الحدث. نجحت الولايات المتحدة بإطلاق القمر اللي هو اسمه مستكشف 1 على صاروخ جونو. أول رحلة بشرية كانت بمركبة فضائية اسمها فوستوك 1، اللي كان حملت رائد فضاء روسي كان بيبلغ من العمر 27 سنة. أكملت المركبة الفضائية مدار واحد حول العالم، استغرقت ساعة و48 دقيقة. رحلته فتحت حقبة جديدة باكتشاف الفضاء كرحلة للبشر بقلب الفضاء. عنا أول امرأة فالنتينا اللي هي كمان راحت على الفضاء، دارت حوالي الأرض 48 مرة على متن فوستوك 6 اللي هي مركبة فضائية. أما الصين من بعدها فأطلقت لأول مرة شخص من بعد 42 عالم من إطلاق أول مركبة فضائية اللي هي فوستوك 1. كيف اكتشف الكواكب كان أول هبوط للإنسان على جسم سامي اسمه أبولو 11. أول رحلة ناجحة بين الكواكب امتدت من سنة 1962 ل 2015، بلشت من كوكب الزهرة، وصلت للمريخ، للمشتري، لعطارد، لزحل، لأورانوس، لنبتون، لقزم، لتوصل بالآخر لبلوتون. فأخذت معهم كل هذه السنين لحتى يكونوا عم يكتشفوا الكواكب ويبرمون كلهم. من بعدها تم اكتشاف الشمس سنة 1995 اللي أطلق للفضاء مرصد للدراسة. حمد المرصد حمل 12 تلسكوب ليكونوا عم يرصدوا نشاط الشمس بصورة دائمة وتفصيل دقيق، فأعطى عدة معلومات أهم، أنه سطح الشمس بيرتفع وبينخفض كل 5 دقائق. وقتها عجزوا العلماء أن يكتشفوا زيادة عن الفضاء بسبب حجب الغلاف الجوي لكمية الضوء، أطلقوا للفضاء تلسكوب جديد. الهدف من إطلاقه أنه يكونوا عم يعرفوا كيف نشأت الأرض وكيف ولدت النجوم. أكيد من فترة للتانية هذا التلسكوب بيتجدد وبيعملوا له صيانة دورية، وأكيد بيزودوه بكل شيء أجهزة حديثة. أبرز إنجازات هذا التلسكوب كانت 1998 وقت أرسل معلومات وصور عن نجم كتير شديد اللمعان، هو كان أكبر من الشمس بمئة مرة. تعاونت من بعد كل هالإنجازات تعاونت عدة دول لتكون عم تشغل المحطة الفضائية الدولية، أهم روسيا والولايات المتحدة. ومع معلومتنا اليوم اللي أخذناها عن الفضاء كيف اكتشفت الكواكب والشمس، بننتقل لفقرتنا الأخيرة اللي هي Around the World. في الراوند وورد مشاهدينا، كل مرة انتوا قاعدين بالبيت بخدكم ببرمي على بلد معين، بعرفكم عن كل شيء بخص هيدا البلد، هيك اذا حبيتوا تزوروا هيدا البلد بتكونوا عارفين مسبقا المعالم السياحية، المطاعم الحلوة، شو تزوروا شو تعملوا من هوايات في هيدا البلد، وان ما حبيتوا تزوروه بتكونوا اكتسبتوا معلومات خاصة لإلكم. اليوم رح خبركم عن بلد الصين. الصين اللي بيقع بقارة آسيا، عاصمته بكين.
العلم هو لونه أحمر، اللون بيحمل 5 نجوم صفراء مثل ما عم نشوفها بالصورة. من أهم كلمات النشيد الوطني للصين هو: انهضوا من ترفضون أن تكونوا عبيدا، من دمنا من لحمنا نبني لنا سورا عظيما جديدا. العيد الوطني للصين بواحد أكتوبر. الصين تعتبر ثالث أكبر دولة من حيث المساحة من بعد روسيا وكندا، أما العملة فهي اليوان، والمدينة الأكبر فيها هي تشانغهاي. أهم جزر عنا جزيرة تايوان، وثالث أطول نهر بالعالم هو موجود بالصين اللي اسمه يانغتسي. مناخ الصين معتدل شبه مداري. أما أهم حيوانات الصين فعنا الباندا، القرد الذهبي. الدين الدولة ما بتشجع الدين، بل أكثر بتركز على الاتصالات، ومركز أنه تكون مركز للثقافة والاقتصاد. تمتلك أكبر عدد سكان بين دول العالم. بتشجع هدول السكان أنه يكونوا عم يتعلموا السياحة والعلوم لحتى يقدروا لحالهم يحلوا المشاكل اليومية. اللغة هي أكيد اللغة الصينية. هاللغة بتتألف من أكثر من 300 ألف مقطع أو رمز. اقتصاديا يعتبر الاقتصاد الصيني من أقوى أنظمة الاقتصاد العالمية. الصين أسرع البلدان نموا وتطورا بالعالم. اعتبرت سنة 2014 ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم، والأكبر من حيث القدرة الشرائية المتعادلة. الصين دولة لصناعة الأسلحة النووية، هي ثاني أكبر ميزانية دفاع، هي عندها أكبر جيش على مستوى العالم. أيضا الصين بتستهدف ابتكار وإبداع محلي. للروح التكنولوجية ساهمت بصنع الورق، الطباعة، البوصلة، البارود، البنية التحتية من طرق وموانئ. الصين فيها أكثر من 100 مجمع للعلوم والتكنولوجيا بالعالم. منكمل ومنروح سياحيا، نخبركم عن أهم المعالم السياحية بمصر. منبلش بسور سين العظيم اللي هو يعتبر من الرموز الأيقونية. هو كان يعتبر مركز عسكريا دفاعيا من حيطان دفاعية، عنده أبراج مراقبة، عنده سكنات للجنود، كمان عنده أبراج إنذار. بمر بتضاريس مختلفة معقدة، ومبني بمنطقة صحراوية من أحجار محلية وتراب. فيه قناة لصرف المي، مي الأمطار بتنصرف لحالها تلقائيا لتكون عم تحمي هيدا السور، اللي هو أكيد أثر على التنمية الاقتصادية، وهو بيعتبر أطول جدار بالعالم. مدينة المحرمة بالعاصمة هي معروفة باسم القصر الإمبراطوري، هو أكبر قصر بالعالم، فيه أكبر مجموعة هياكل خشبية مدرجة بقائمة التراث العالمي لليونسكو. جيش الطين هو جيش من آلاف المقاتلين، مصنوع من الطين بأمر من الإمبراطور الأول، لحتى يكون عم يدفن بهذا المحل لحتى يصير أكبر مقبرة بالعالم. معبد السماء يعد صلة بين السماء والأرض، كان يقوم فيه القرابين لآلهة السماء والأرض. قاعدته على شكل مربع مثل ما عم نشوف، طوابقه العلوية دائرية الشكل، لأنه هن بيعتقدوا أن الأرض مربعة والسماء دائرية. من بعد هاو المعالم السياحية اللي حلوة بالصين، خلينا نخبركم عن عجائب الدنيا السبعة. العجائب الدنيا السبعة القديمة صنفوها المؤرخين اليونانيين القدماء. عنا هرم جيزة بمصر، عنا حدائق بابل المعلقة بالعراق، تمثال زيوس باليونان، معبد أرتميس بتركيا، ضريح موسوليوس ببودروم، تمثال رودوس باليونان، ومنارة الإسكندرية بمصر. أما عجائب الدنيا الجديدة فهن صنفوهن الجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين. عنا كولوسيوم بروما، عنا سور العظيم بالصين، عنا تاج محل بالهند، تمثال المسيح بالبرازيل، بتراء بالأردن، الهرم الأكبر بمصر، ماتشو بيتشو ببيرو. ليش العالم حبوا ونقوا الرقم 7 ليكون هو من عجائب الدنيا السبعة ومش غير رقم؟ لأنه الناس حبت رقم 7، وأغلب تواريخ الاحتفالات فهي 7، كرمال هيك نقوا أنه تكون عجائب الدنيا 7 ومش غير رقم. هذا كان مشاهدينا خبريتنا وبرمتنا على البلد اللي أخذناكم عليه اليوم اللي هو الصين. ريكاب سريع عن شو حكينا بحلقتنا اليوم. أول فقرة هو بحكينا فيها عن مايكل حداد اللي بيعاني من شلل من صدره لأسفل إجريه، تحدى الحدث اللي صار معه وتحدى جسمه لحتى يكون عم بيعمل إنجازات كتير مهمة.
خبرنا الثاني عن سيلبرتيز بتحبون وبتحبوا تعرفوا اخبارهم، حكينا مش بس انجازاتهم، حكينا عن امال عطيونا هن، ان كان من يمنى تشاري اللي هي تخطيت للتروما اللي تعرضتها وقدرت ترجع تسوق من اول وجديد، ان كان الفيلم ميموري بوكس اللي قدر يفوت بالاحتفال بالسعودية، ان كان ماجدة الرومي اللي ابكت جمهورها بقطر، وان كان سيسي اللي احتضن الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. أما من بعدها فتعرفنا على الفضاء وكيف اكتشف الكواكب والشمس، وبالراوند وورد أخذناكم ببرمة على الصين وعرفناكم على عجائب الدنيا السبعة القديمة والجديدة. مشاهدينا حلقتنا للأسف وصلت لنهايتها. أنا بدي لكم تكونوا عم تهتموا بحالكم، تكونوا عم تمارسوا لو نص ساعة الرياضة بالنهار، تكونوا عم تضلكم تزوروا الطبيب لحتى تكونوا عم تعملوا هيك تشيك أب لتأكدوا من صحتكم، تخلوا الأمل مرافق حياتكم، لأن احنا بمجرد اخترنا الأمل كل شيء ممكن. أنا بشوفكم بحلقات لاحقة أكيد من هلا لوقت، تابعونا على كل مواقع التواصل الاجتماعي مريم تي في لبنان. باي باي.